الشمامية طلع بيت شمام في الدار، ودرنا بالنا على الشمامية كبرت، وحاليا بدنا نروح نقطعها منشان نشوف بعد ما استوت منشان نشوف شو طعمها، وبعدها بنوفيكم بعد ما نصلح الشمامة وبنوريكم شو طعمها. هذه هي الشمامة، هيك الشمامة مستوية، إن شاء الله بنوفيكم بعد ما نشوف شو الشمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الله، ريحتها بتجنن. حاليا نعمل كم البزر ده حلوة، راح نزرع من نفس بزراتها، ننشفهن بعدها نزرع ان شاء الله. رايحين ندوق حاليا، ما شاء الله شمامة من الآخر، حلوة وطيبة، إن شاء الله رايحين نزرع منها السنة الجاية إن شاء الله. وشكرا، تفضلوا يا جماعة.